سبور فوريفر ليلة الخميس 22 جانفي 2015 برحمات بكل من يتابع فينا في حصة أكيد باش تكون استثنائية مع اسم كبير برشا في نادي راضي الصفاقسي قيس عبيد في تنشيط الحصة أيمن مذيب في كوتي تكنيك ياسين قدار استقبلت تدخل يدكم عبر سكايب محدين بن محفوظ ومهدي مساعد في مراقبة البث رياض بن جديدية كرونيكال الحصة ومهدي عطي طله في التنسيق. بعد شوية في حصتنا نستقبل المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي الحديث على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق وبطبيعة الحديث عن الانتدابات الأخيرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. بوز كالعادة وبعد نرجع نحكيه مع سيناس البدوي. Restez branchés sur Radio Forever. Chaque jeudi à 21h. This time for Africa. Sport forever.
على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم سهرة رياضية طيبة كالعادة على راديو فوريفر. الليلة إن شاء الله معنا السيد نصر البدوي مدير رياضي لنادي السفيقسي، إن شاء الله باش نعيشوا معاه ساعة ونص من برشا حقائق وبرشا جديد في النادي السفيقسي وأخبار أخرى تستمعوا لها إن شاء الله بعد شوية. البداية كالعادة بالنقد شوية، نقولوا احنا كرونيك النادي السفيقسي بدا بالاثناء الانتدابات نتاعو بالجمله والبوادر طيبه ولقاء يعني واعد، لكن الاجانب يعني غير مسجلين في القائمه الافريقيه، والنادي السفيقسي كالعاده انتدابات يعني قيمه وقيمه جدا، وان شاء الله كذلك الناس اللي جات تنسج على منوال اللي غادروا، وان شاء الله ديما الاسماء تخرج اسماء كالعاده. المنتخب التونسي اليوم ينتصر، ومحمد علي منصر سلاك الوحلين، والناخب الوطني عامل مولى الدار مشهوني، وكذلك هذه نقطة استفهام كبيرة برشا للناخب الوطني، خاصة وأنه النادي السفيقسي أو نقولوا علي معلول ومحمد علي منصر هما الثنائي اللي كان السبب الوحيد في يعني حرمان المنتخب من أو إسناد نقطة يعني إيجابية للمنتخب، وهذا شيء الناخب الوطني يعني يعاقب عليه. وختاما نحب نقول مليارات ماذا أيها الأبله، والمقصود معروف واش علينا في جبدان الأسامي. والسيد قيس عفيد يضحك قدامي. Sport forever. كيف ما قلت في البداية، يحضر معنا المدير الرياضي للنادي الرياضي السفيقسي بكل احترام بكل تقدير، نستقبل السيد الناصر بدوي. مرحبا بك سيد الناصر مرة أخرى في سبور فوريفر، شرفتنا ونورتنا بحضورك الليلة كالعادة. والحاجة مرحبا بك وبالخيال الكل. أنا نفرح كي نجي راديو فوريفر، خاطر نذكر روحي جيتها 3 سنين التالي كيكا، كان ذكرني حتى عملي مرتين ذلك. اي لا نتذكر، وتبارك الله نشوف فما امتياز كبير وفما عمل كبير وفما تطور، وذلك علاش انا نحب الراديو هذه، على خاطر فريمون فيها عديد من الخيان وعديد من الشبان يعملوا فيه عمل ممتاز بامكانيات متواضعه، لكن العمل ممتاز وممتاز للغايه، وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. يعيشك سي ناصر. نفكر احباء نادي السفيقسي كالعاده يمكنهم التدخل مباشره عبر سكايب على العنوان التالي راديو فوريفر بوان لايف. نعاود راديو فوريفر بوان لايف، باش تلقاو زميلي ياسين قدارة كالعادة في استقبال مكالماتكم، وكالعادة بكل لطف بكل حب من جمهور سي اس اس تدخل بعد ما نقدموا شوية في الحديث مع ضيف الحصة. قبل ما نبدأ بطبيعة جمهور نادي السفيقسي يحب يطلع على القائمة النهائية للهيئة المدير نادي السفيقسي لزوز مواسم معناتها الجايين 2014-2015 و2015-2016، وبطبيعة مش نسميهم. إذن رئيس النادي السيد يوسف عبد الناظر، نائب الرئيس سي مصف خماخم، أمين المال سي حبيب الحمامي، نائب أمين المال سي عز الدين اللوريمي، الكاتب العام سي مهذب الشاويشي، المنسق العام سي عبد الحميد عميرة، الكاتب العام مساعد سامي العيادي، رئيس اللجنة القانونية والعقود جمال الدين مهيري، أعضاء اللجنة القانونية والعقود سي عبد السلام طاجينة ومنصف بن عياد وإيمان الغربي عمر الشعري وسليم بسباس، رئيس لجنة مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي سيد رياض جمل، نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم أكابر سيد أحمد قيرات، نائب رئيس فرع كرة القدم سيد شكري شيخ روحو، أعضاء فرع كرة القدم نزار خماخم، عارف الكراي، نوفل دمق، خليل شطورو، أنيس معلا، أنيس بن عمر، ونائب رئيس مكلف بفرع الشبان سامي الحشيشة، نائب رئيس فرع الشبان منذر فخفاخ، بطبيعة السيد منذر فخفاخ كله من السادة مش ما نقعدش سي سي سي، نائب رئيس مكلف بفرع كرة السلة سي عبد الناصر نجاح، نائب رئيس فرع كرة السلة مهدي الفريخة، نائب رئيس فرع كرة السلة كذلك سي حمادي القروي، نائب رئيس مكلف بفرع كرة الطائرة سي خالد الطرابلسي. وبطبيعة ان شاء الله باش يكونوا معنا الضيف المقبل في حصة سبور فوريفر اللي مش نخصوها لفرع كرة الطائرة، وخصوصا لما يتعرض كرة الطائرة من هزيم في المدة التالية، نائب رئيس فرع كرة الطائرة ذكور سي بسام نحشيشة، كيف باش يكون ضيفنا ان شاء الله، نائب رئيس فرع كرة الطائرة إيناس سي عادل شرف الدين، نائب رئيس مكلف بالتنسيق مع جامعة وسط الاشراف
سي سامي بوصرصار، رئيس لجنة الأحباء سيد منصور الجربي، ممثل عن السوسيوس سيد صابر حش طيب، عضو مكلف بمركب النادي سيد مختار ناجي، مسؤول عن أكاديمية النادي فرع كرة القدم رياض كمون، وعضو بمكلف مجلة النادي سيد عبد اللطيف عبيد. إذن سي النصر أكيد باش تتقبل كالعادة الأسئلة متاعنا وأسئلة الأحباء بصدر رحب كالعادة، والآراء متاعهم متعرف ثم برشا نقد وثم برشا اللي معناتها اللي موافقين، وانت تعرف معناتها على شنو على شنو نحكي النصر. والله بالطبيعة احنا سرتنا معناتها باش تكون كل واحد وجهة النظر متاعه، وهذيك الحاجة الإيجابية والحاجة اللي باهية في كرة القدم، منها مش الناس كلها على نفس الرؤى ولا نفس النظرة، وهذاك علاش تختلف النظره معناتها ما بين شخص ومن عبد العبد. معناتها ما يقلقنيش انتو ديكا، احنا بصدر رحب نسمع كل الناس ونجاوبوا على قد المستطاع، كان حاجه اللي تجم تتقال بياسور نقولها، وكان حاجه ما نجمش نقولها نحترم كل اراء. اكيد سي ناصر البدايه بالطبيعه الناس الكل تستنى في الاجابه الشافيه والضافيه على الاخفاق في رابطه ابطال افريقيا، كيفاش يقيم السيد ناصر بدوي الفريق، وشنو هي الاخطاء اللي تشوف روحك ارتكبتها طيلة المشوار نتاعك مع النادي الرياضي الصفاقسي كمدير رياضي؟ والله بون صحيح، معناتها وقت اللي فما ديسيبسيون سيرتينمون باش تحملوها الناس اللي هي مباشره، وفما ريوسيت تشمل الناس الكل، معناتها وقت اللي فما ربح راهي عملته الناس الكل، وقت اللي فما خفاق خلقوه الناس اللي هي تسير من قريب، معناتها لي زيكسبلوا اللي صاروا في العامين الاخرانيين معناتها في السي اس اس. صحيح انه وصلنا لادوار النهائيه الكل بخلاف دور نصف نهائي في رابطه الابطال اللي هو كان هدف نتاع الناس الكل، معناتها اللي كنا نطمحوا باش نتحصلوا على اللقب هذا، لكن ما حالفناش الحظ. لكن زاد كي تجي تقيم العامين اللي تعداو كان نادي صفاقسي كان موجود ديما في البوديوم، معناتها نقولوا احنا لعبنا زوز ادوار نهائيه في كاس تونس، لعبنا بطوله تحصلنا على المرتبه الثانيه، بور لا دوزيام فوا نقولوا احنا نلعبوا شامبيونز ليغ اللي نادي صفاقسي. هو وقت اللي تجي تقيم المردود نتاع الهيئه المديره ولا الناس اللي خدمت في النادي الصفاقسي لازمك تشوف السنوات اللي تعدت قبل، كان تلقى نجاحات اكثر من اللي صارت في العامين هذوما نقولوا بون احنا سيرتن مو مش منش فرحانين، كنا نتمنوا نتحصلوا على نتائج خير، لكن كي تشوف النتائج بصفه عامه معناتها في العامين اللي فاتوا ما كانوش كارثيه، معناتها ما كانش، لكن على غالب فما بعض الناس يمكن تحب تردها كارثيه ولا تحب تدخل في مخيلة الناس انها كارثية، لكن الارقام هي واحدة، الارقام ما تجم نتبدلها لا انا لا انت لا حتى شخص اخر. ما بين ما الارقام لك... ناصر ما انه النادي الصفاقسي ما تحصلش على رابطة ابطال افريقيا، يعني تعتبر لك... تعتبر خاطر الناس الكل حطت اوبجيكتيف في رابطة ابطال افريقيا، دونك بالنسبة لجمهور السي اس اس كارثة انه ما تحصلناش على رابطة ابطال افريقيا. انا نجاوبك بطريقة اخرى، اعطيني انا هو فريق تحصل على رابطة الابطال من المشاركة الاولى ولا الثانية، انت سميوني وانا خليني سمي لي انت اي فريق تحصل على رابطة الابطال من المشاركة الاولى ولا الثانية مهما كان اسمه، اعطيني انت اسمه خلينا نقولوا احنا بالحق كارثة كبيرة. سمي لي مثالش انا باش مش معناتها احنا راه ما حابينش نهزو، ولا مش معناتها راه اللي ما كناش نتمناو نهزو، فما فرق، لكن زاد فما حاجة اللي هي تتحسب للجمعية الكبيرة والمسؤولية الكبار والجمعيه الكبيرة، انه واحد يتجرح لكن ما يموتش، يمرض وما يموتش. سي اس اس مرضت لكن ما ماتتش، قاعدة ديما عايشة وديما حية وديما موجودة، كانت ديما موجودة في البوديوم. سي اس اس ديما كانت عايشة، تعرف اللي ارجع للتاريخ معناتها فما تاريخ، وتعرف الجمعيات اليوم كي نحكيو على عراقة النادي الصفاقسي نحكيو على تاريخ النادي الصفاقسي، واليوم تاريخ النادي الصفاقسي تعرف في برشا سنوات النادي الصفاقسي عام 71 وتحصل على البطولة وتحصل على الثنائي والعوام اللي بعدها شوف المرتبة اللي لعب عليها معناتها، ولهذا مش هذيك حاجة صحيحة معناتها، ومش معناتها اللي صار معنا احنا حاجه صحيحه، لكن في كي تقيموا بصفه عامه مش كارثي، مش بالدرجه انه كارثي. وقت اللي نحكي على حاجه كارثيه انه النادي الصفاقسي كان من الاوائل ولا يلعب العاشر ولا يلعب على الطياح ولا يلعب في هيك، وقتها نحكي على وضع كارثي اللي فريمون ينبأ بالخطر، وفما كل النواقيس زي ما تعيط وتقول يا ناس راكم فشلتوا على جميع الاصل. صحيح انه فما فشل في الدور نصف نهائي، انه اليوم انا اعطيني اي واحد في تونس مهما كان اسمه ينجم اليوم قبل ما يجي تروسي يقول انه تروسي باش نلقاوه بالحاله هذيك، اعطيني واحد برك وانا نقولها لك معناتها ونتحمل مسؤوليتي في هذا، انه كل الناس الفاعله في النادي الصفاقسي
ما كانش مصدقه انه فيليب تروسي باش يجي لنادي الصفاقسي. لكن بعد ما جاء فيليب تروسي لنادي الصفاقسي اكتشفنا انه المدرب هذا عنده مزاج معين، عنده عقليه معينه، حاولنا باش نتعاملوا معها، حاولنا باش نفهموه. زاد فما الوقت اللي ما خدموش، زاد الوقت بصراحه بعد 16 يوم لقى روحه في اول مباراه. فيليب تروسي قعد شهرين و10 ايام ولا شهرين و15 يوم عمل فيهم 11 ماتش بما فيهم 6 ماتشات شامبيونز ليغ. ولهذا حتى الفتره اللي جا فيها فيليب تروسي كانت قاسيه سواء علينا احنا ولا عليه هو، بالرغم انه انا نقول انه هو بيدو كان طرف كبير انه خلق نوع من الضغط على تخلق على الناس الكل على بما فيهم اللاعبين، انهم لاعبين فقدوا نكهه اللعب، فقدوا لونفي معناتها دو جوي. هيك يمكن سبب من الاسباب اللي هو زاد غلطه نتاع بسام البلعابي، ما تنجمش تتعاود في كل ماتش، ما تنجمش تتعاود في كل ماتش، معناتها انه واحد يعمل غلطه في مباراة مهمة كيما هذيك باش يعطي كورة بالطريقة هيك باش ينجم يتمركنا هدف ثاني باش يقضي على طموحاتنا الكل. لكن نادي الصفاقسي ديما حي وديما عايش وديما مازال يلعب، وتوا اقل من شهر يلقى روحو نادي الصفاقسي باش يلعب في مشاركة جديدة افريقية، وان شاء الله هذه تولي نقولوا احنا دي تراديسيون، معناتها نادي الصفاقسي ما يقعدش شكل الفريق اللي يلعب عام ويغيب 6 شهور على الشامبيونز ليغ، ان شاء الله تقعد تولي تترسخ في العقلية نتاعنا ان شاء الله. سي ناصر برشا حبيت تسالوا علاش الاعتماد على المدرب سي غازي الغيري وبعقد بزوز مواسم وما يتمش جلب اسماء كبيرة كيما كرول وجوزي مانويل اللي برشا معناتها من حبيت نادي الصفاقسي يطالبوا بقدومه للسياسيس مانويل جوزي. انا نقول لك قبل ما يجينا فيليب تروسي لطفي عبد الناظر مشى لمانويل خوزي وتلاقى وياه وحكى هو وياه على اساس انه قبل ما يجي تروسي كنا مشينا في الاتجاه باش نجيبوه. لكن الرجل هذا تعرف هو بقى متقدم شويه نوعا ما في السن، وطلب بكل لطف من سيد لطفي عبد الناظر قال راني انا ما عادش قادر نتحمل الضغط نتاع التمارين والمباريات، ولهذا انا وليت معناتها محلل رياضي، راني ما عادش باش نهبط للميدان وما عادش باش نراني. هذاك علاش طلب عفائه من المهمه ومن نقولوا احنا من المسؤوليه هذه، على خاطر هو كمل المجال التمارين. واضح باختصار سي ناصر مسلسل فرجاني سياسي وتحكينا عليه باختصار. فرجاني سياسي شنو؟ مسلسل نتاعو علاش ما ادتش العقد مع نادي الصفاقسي؟ اول حاجه فرجاني سياسي كما قلنا من اللحظه الاولى، فرجاني سياسي كانت من طموحاته باش يلعب خارج تونس، وكان من الاول من الدقيقه الاولى من شهر فيفري احنا نحكيوا انه احنا وياه من قبل، من شهر فيفري كانت طموحاته كانوا في اخر فرصه نتاعو مش باش يلقى عقد خارج تونس راه باش يعاود في نادي الصفاقسي. لكن هذا حق مشروع نتاع اي لاعب، يقول لك انا اليوم عندي امكانيه باش نمشي نحترف في اوروبا، ما تنجمش تحرمني انا اليوم نشوف من روحي اني قادر باش نعطي في اوروبا، باش نمشي نعطي في اوروبا. لكن نحب انا نقول اللي برشا ناس اللي شكت انه احنا توطأنا مع الترجي وانه مشى للترجي واللي احنا خدمنا للترجي واللي صحح كونترا من شيره الترجي وكل كلامك اللي اتقال في المرحله هذيك الكل، وانه فما خدمه هذاك الكل، هذا كله في الاخر الحمد لله ظهر مش صحيح. ما ثم سبقه كرول، فما حاجه اخرى ليس سبقه كرول، هذيك نواخر. لكن ان اللي نحب نقوله لك انا فرجاني سياسي اول مره تصير في تاريخ نادي انه لاعب في نهايه عقده ويقدر يجيب عقد في نهايه الامر يعتبر محترم مش خايب انسان في نهايه عقده، انه ما نجمش صحه بري كونترا وما يصحاش بري كونترا ويقعد ويلتزم منه باش نادي الصفاقسي ياخذ منه مبلغ مالي. نتجاوز النقطه نتاع فرجاني. مالك حمزه يسرك يقول لك وين وصلت مفاوضات فيما يخص تجديد العقد لطه ياسين الخنيسي محمود بن صرحه ورامي جريدي فوالا. ان شاء الله معناتها متقدمين فيها. تعرف احنا في الفتره اللي فاتت كانت فما كنا منكبين شويه على الاسامبلي جينيرال اللي صارت الجمعه اللي فاتت، ونحب نهني الهيئه المديره اللي تحصلت على الشرف معناتها من اللي حابين نادي الصفاقسي ان الموندا جديده، وهذه مسؤوليه في حد ذاتها انه اليوم نادي الصفاقسي معناتها مطالب باش نزيدوا نطور ونزيد يتحسن على جميع الاصعده. فيما يخص اللاعبين هذوما حكينا احنا وياه، وان شاء الله في القريب العاجل باش تحسن مواضيعهم ونتموا ان شاء الله من هنا
على أقصى تقدير من هنا نهاية الشهر أو الشهر الجاي يكون مواضيعهم سلم إن شاء الله. سي ناصر برشا أحباز هذا كيف يتسالوا علاش ديما نستنوا آخر لحظة باش نجدوا العقود نتاع اللاعبين؟ لا مش صحيح، هذه ناس تخرج فيها ناس غلطة. أنت ترجع لعلي معلول، ترجع لمحمد صالح، ترجع لدريس، ترجع لمحمد علي منصر، ترجع الناس غير تنسى الناس مالوريزمون الذاكرة بعد ساعات تنسى في الحاجات الباهية، لكن الحاجات الخايبة ماذا بيهم ديما يتذكروها ويركزوا فيها. لكن هذوما الكل ظالي ما جدوا لهمش ناس أخرين في جمعيات أخرين، ما جاش واحد من الترجي عاود المحمد علي والعلي ودريس وغيره وغيره، معناتها هذا مش صحيح. معناتها هذا من كل عاودنا لهم العقود نتاعهم، لكن واحد كيما فرجاني ساسي معناتها كنا في زوز اثنين، وبيان عاقبوه ونطردوه ونطيشوه ونوليو ديليسي ويكره الجمعية ويخرج ويصح في الترجي بالحق امبري كونترا في البرمي جانفي تلقاه ويديسباريت، ولا تعرف كيفاش تتعامل معه وتحاول باش تحذي الولد وتقعد لا تضر هو لا تضر الفريق نتاعك. هذا يلزمها حنكة ويلزمها مسؤولين تكون عندهم الحنكة باش ينجموا يتحملوا الضغط هذاك الكل اللي تخلق. واضح. سي ناصر، سؤال من امين البكوش، فيه اكيد هذا معناتها السؤال نتاعو فيه شويه نقد. يقول لك بلي انا ماذا بيه اللي نقد كل قول واللي باهي خلي ما تقول. انا مش نوصل لك حرفيا. حمدي يقول لك حمدي القصراوي، فسخ عقد عبد القادر خشاش كيف انيس الحجري وحمزه جبنون ومحمد سين بن عثمان واحمد الغربي وديدي ليبري وابو بكر كوني وزين عبدين السويسي، وفسخ عقد كذلك كسيم جديد وتوفيق الصالحي ووجد الماجري، والقائمه تطول. يقول لك فشل تام للسيد ناصر بدوي في الانتدابات، لاعب وحيد نجح في اقتلاع مكان اساسي هو مال حناشي، حتى ندونغ راهو انيس بوجربان هو اللي جابه، علاش ما يتمش بيع اللاعبين هذم عوض فسخ العقد نتاعهم؟ باهي تاع ياسر الخنيسي، ادريس اكواتي، فخري بن يوسف، فرجاني ساسي، مال حناشي، زياد دربالي، اش اسمه سليم المحشبي، شكون من الملاعبيه؟ انا من مشكلتي الحاجه باهي كل ننساها، لك الخايب اللي ننساه فيسا. ايش نقول لك؟ انا الحاجه اللي تميزني على غيري وحاجه اللي تعلمتها، اول حاجه احنا في فتره ما في النادي الصفيقسي كما قالك النهار سمعت زيد الجزيري يتكلم في قالوا له شبيك ما تندبش اللاعبين كما تندب النادي الافريقي والترجي، فهمت؟ احنا في النادي الصفيقسي ما عندناش الامكانيات الماديه الكبيره اللي باش تجم. احنا تشوف انت فما زوز ملاعبيه في تونس اللي في وجههم الضوء شويه، معناتها اللي هما حمزه المثلوثي وعلي المشاني، معناتها يسموا لي جوار دو ليت، معناتها يسموا ملاعبيه عندهم امكانيات اللي قادرين ينجموا يلعبوا ديريكت في النادي الصفيقسي. شوف الرئيس نتاعهم وشوف هما معناتها الشروط الماديه اللي كانت كبيره والامور الماديه اللي كانت كبيره وفما الضغوطات اللي تخلقت كبيره، واللاعبين هذوما معناتها نلعبوا ما نلعبوش نحبوا نمشي نلعبوا في اوروبا. تعرف الانتداب هو مش حاجه سهله، راه مش حاجه تجم انت بعد ساعات تشري ملاعبي موارد ماليه كبيره وما ينجحش. لكن احنا اللي ميزنا ترجع للنادي الصفيقسي، صحيح ان ذوك برشا اسماء جات وخرجت من النادي الصفيقسي، لكن كي ترجع سو لو بلان فينانسي ما كلفوا حتى شيء النادي الصفيقسي ماديا، ما كلفوا حتى شيء في النادي الصفيقسي، معناتها حاجه فارغه، حاجه ماديا بارابور لل كيما توفيق الصالحي. توفيق الصالحي كان ديسيزيف في جهه البطوله، كان يغلط صلحني صحيح. يحكي على توفيق الصالحي، ديدي ليبري لعب فينال كوب دو لاكاف، كان يغلط صلحني، فهمت؟ معناتها الناس تحكي على فشل، ما نعرفش كيفاش تقيسوا الفشل. معناتها علاش ما تمش بيعهم لاعبين عوض فسخ العقد نتاعهم؟ ما تجمش. فما ملاعبيه وقت اللي تحس انت باش تجم انه ما عطاوكش الاضافه ممكنه، وانك باش تخلي شغور وباش تخلي بلاصه وباش تخلي واحد، معناتها من المستحسن انك تتحمل مسؤولياتك وتفسخ عاد وما تخليش فما عبء على النادي الصفيقسي وفما شهريه وبريم دو روندمون وسالير وتقعد تمشي وتقعد بالعكس تولي تفرغ البلاصه هذيك وتعطيها البلاصه لواحد اخر وكيك تولي فما سلسله تمشي. معناتها ما يلزموش واحد يخجل حتى كي حاجه ما تمشيش، ما يلزمكش تخجل ولا تحاول باش تغطيها باش توري روحك انت بطل، لا بالعكس انت لازمك تكون انسان مسؤول وتقول. تعرف هذيك الفرق ما بين انك عندك كاريزما وعندك شخصيه باش تنجم تجيري، فهمت؟ وانا بقى انا فما حاجات اللي ما نحبش نحكي فيهم توا وجه وقتها نحكي فيهم
في برشا أسماء هذه اللي ذكرتها مني في فترة ما تفرضت عليا وتوجدت حتى أنا دوب ما دخلت للنادي الصفاقسي، لكن أنا ما نحبش نحكي فيها تو الموضوع هذا بالذات، ما نحبش نحكي فيه تو يجي وقته نحكي فيه باش خاطر أنا مش كنتي جون كيس أكثر من اللي نحب نقول علاش، خاطر حماية للنادي الصفاقسي وما نحبش نخلق برشا حاجات، لكن أنا تعودت نكون مسؤول ونقعد ديما مسؤول نتحمل مسؤولياتي في الناس اللي نجحت واللي فشلت. محمد أمين الزواوي يقول لك شنو هدف الفريق الموسم هذا والانتدابات اللي قام بها نادي الصفاقسي أخيرا، هل هي كافية ولا غير كافية؟ عاود ما سمعتكش بليه. نعاود لك، محمد أمين الزواوي شنو هدف الفريق الموسم هذا والانتدابات اللي قام بها نادي الصفاقسي كافية معناتها بالنسبة له للعب الأدوار الأولى في جميع ألقابه؟ والله ما نتصورش أنا معناتها يسأل على نادي الصفاقسي، نادي الصفاقسي عمره متعود باش يكون يلعب لي دوزيام رول، معناتها نادي الصفاقسي يتعود ديما يكون لا معناتها باش ناخذ التيتر، فهمت باش نجيبوا التيتر، تاخذ التيتر هذيك راهو توفيق من عند الله، لكن هو الأوبجيكتيف الوحيد انك تكون موجود القدام باش تلعب على البطولات، باش تكون موجود باش تنافس على الألقاب اللي تلعب عليهم الكل. ما نتصورش انه واحد عندنا منا في عقليتنا انه يقول لا نادي الصفاقسي باش نعمل ايكيب نتاع مانتيان، فهمت؟ ما نتزوريش معناتها اوتوماتيكمون نادي الصفاقسي باش يكون كان الفريق اللي باش يلعب ديما على القاب اللي يكون فيهم طرف. بعرف وانا احتراما لكافه احبه السياسيين اللي طرحوا تساؤلاتهم، دونك انا نقول لك الاسئله وانت لك يا ودي انا ما يقلقنيش، ما عندي حتى مشكله. علاش العقود لبعض اللاعبين الشبان تكون بموسم او موسمين فقط؟ هي تعطيني سمي لي انت هو العقد بموسم ولا موسمين خلينا نشوفه. الى حد لا سميني انت يمكن تو اللي حبيت قاعدين يسمعوا لا ماذا بيا هذا اللي سال السؤال يعطيني اسم ولا زوز خلينا نعرفهم انا خاطر ما نعرفهمش، اللي في بالي ما قالش من 5 سنين واربع سنين كان عنده هو واحد صحح له على عام يقول لنا عليه. واضح سناس علاش ما كانش فما خطه بقى كما يقولوا بلون بي بعد فشل صفقة المثلوثي وندومبي والمشاني، معناتها نحكيو على لي كومبارتيمون اللي ناقصين نادي الصفاقسي اللي هما وسط الدفاع والظهير الايمن. بالنسبة للبلون فما هما كانوا فما تروا سوليسيون، بالنسبة للمثلوثي فما كانوا تروا ثلاثة اربع حلول، هما كان الاولاني حمزة والثاني خممنا فيه سيرتان مومون في بن علي كي حطينا له شكون تفرج فيه دوبري وشفناه دوبري شفناه سي با الملاعبي، وفما اللي وراه المهذبي اللي يلعب في ستاتيونيزيان ما يظهرش برشا لكن الملاعبي عنده امكانيات كبيره، لكن مالوريزمون صارت له كسر في البيروني نتاعو يطلب منه معناتها 3 شهور 4 شهور، خفت لا يقولوا النصر بدو يجابوا باش يسمصر فيه وجابوا لنا مكسر ومضروب، بالرغم انه كنت انا متاكد انه الملاعبي هذا ينجم يعطينا اضافه بعد فتره ما، وخممنا فيه بالكدا ومن بعد قلنا فك علينا تو يقولوا هكا جا تعرفش كيفاه وخروا قدموا باعوا لنا ملاعبيه واحد وجابوا لنا واحد مكسر تو يلفقوا لنا به وكل القلاي ما ياكل الكل وكل الكلام ما ياكل الكل، قلنا تعرفش كيفاه خويا خلي الولد عندهم وكانوا حذر من النجوم وشفنا فيه امكانيات باهيه واحد تو نجيبوه من النجوم ما كونش ربعين، وخممنا زاده في الري دروا نتاع قفصه اللي زاد شفناه وحكيت انا ونبيل وزدنا حكينا مع وليد بالحسين اللي هو ولدنا غادي كان فيه وعليه معناتها ما كانش فهمت عطيني دي زرير دروا الاسبيرانس عندها زوز مكبش عليهم مش حابه تسيبهم في تونس ما فماش، احنا حمزه المثلوثي اليوم يلعب رامي البدوي اللي هو اصله اكسيال يلعب في الكيب ناسيونال على اليمين صحيح ولا غلط؟ كان غلط صلحني ما زالش معناتها ما شو نحكي لك به سي النصر سؤال محرج شويه وعلى ذكر السمسره انت من بديت اليوم ما لا سؤال محرج بالحق معناتها على ذكر السمسره برشا حبا يتهموك بالسمسره وبرشا حبا يقولوا اش مازال يعمر سي النصر بدي في نادي الصفاقسي وقت اللي ثم النتائج فشلت معناتها بعد رابطة ابطال افريقيا اللي بعد ما خرج المدرب علاش ما يخرج كيف المدير الرياضي وشنو ردك على اتهاماتك بالسمسره في اللاعبين في البطوله التونسيه وفي النادي الرياضي الصفاقسي؟ انا موضوع هذا ما نحبش نحكي فيه خاطر هذا مستوى من الدنيا، انا صارت حتى في فتره ما تكلمت في برشا رواد وصار الكلام هذا وتجاوب ما نقعدش كل مره باش نحكيها خاطر هذا ما هو اليومين هذا امي الله يرحمها امي الله يرحمها امي الله يرحمها تقول هذا دقان حنك يا خويا، احنا قلتها انا قبل في وسائل الاعلامية الكل وقلتها ونعاود نقولها واني نعاود نقولها، انا عندي الساعه والحاجه 12 سنه نخدم في السياسه اللهم انا نخدم مع الحيوت، انا نخدم اللهم مع الحيوت
اللي هي ما تتكلمش يمكن ما تقولش شنو في 12 سنة ما نجم حتى حد يجيب لنا دوسي يا اخويا. هاني نعاودها عندك انت وانت شاهد عليها واللي يسمعوا في راديو يرحم بيكم اللي عنده دوسي على ناصر البدوي يجيبه لنا ويهزوا لطفي عبد الناظر خلينا الموضوع هذا نفوا براسمكم يرحم والدين والديكم. وبالنسبة لتطريدي انا من السياسيس يا اخويا الناس هذو ما يمشيوا لطفي عبد الناظر ويمشيوا منصف خماخم يقولوا السيد هذي فشل وراه ما جا شيء يا اخويا طردوا خليه يروح ما يقلقنيش تو ما غدوش الدار. هذا حق الرد نتاع سي ناصر بدوي. سي ناصر شنو عملت في الكاميرون بالضبط؟ مشيت نشوف في الطقس غاديك شنو في الكاميرون. برشا حبيس سي ناصر اش عمل في الكاميرون وشنو الملاعبيه اللي عجبوه وشنو ثماشي معناتها بوادر نتاع ملاعبيه باش تجي من حتى في الصيف. هو اللي مشينا الكاميرون باش نبداو واضحين صححنا الامام بيدي اللي او مع النادي الصفاقسي ان شاء الله باش يكون موجود في النادي الصفاقسي ان شاء الله. سي ناصر نادر الهبيري برشا حبايب يتسالوا اسكو عندك مشكله معه ولا برشا حبايب يقولوا في الكواليس انك رفضت انه باش يكون موجود كمساعد مدرب للنادي الرياضي الصفاقسي. لو الحاجه الباهيه في صفاقس اي خبر. حاجه خايبه فيها ناصر البدوي معناتها اللي يتعاركوا مرته ذا اللي يعرقهم ناصر البدوي واللي يتعاركوا صاحبته انت ذا اللي يعرقهم ناصر البدوي معناتها فريمون انا حاجه تبهتني بو وتشرفني وممتو. انا نحب نقول للناس يمكن هذيا الناس اللي تسال السؤال هذيا ما تعرفش برشا الكوره معناتها ولا ما تتجاهل الكوره انه اول انسان ينجم يحكم على الستاف نتاعو هو المدرب. نجم حتى حد اليوم يتدخل في المدرب شكون يخدم معهم شكون معاهم شكون فهمت. انا مدير رياضي مهمتي تقف وقت اللي تعين المدرب الاولاني ويقول لي نحب هذا معايا ونحب هذا معايا نحب هذا معايا معناتها تقف غاديك. انسان يحب يحكي حكايه اخرى ولا يحب يتبلى كلام اخر انت تجي اسال غازي الغرايري السؤال هذا كان يقول لك ناصر البدوي عنده دخل في ستاف تكنيك ولا هذه الناس اللي لازم تعرف الكوره بالحق من قريب. الوحيد اللي يقرر الستاف نتاعو هو المدرب الاولاني اللي يكون موجود. وقت اللي المدرب الاولاني قال نحب انيس بوجلبان يكون موجود بحذاه انيس بوجلبان كان موجود. وبرشا ناس في وقتها قالوا لي زعما انت تجم تخدم مع انيس بوجلبان ما هو انيس بوجلبان كان درش. قلت لهم لا انا ما عنديش مشكله فما مصلحه النادي الصفاقسي تتعدى قبل شخص وانا انيس بوجلبان ما عندي مع حد شيء. اخويا ويخدم في سي اس اس هو عنده التاش نتاعي وانا عندي التاش نتاعي مصالحنا مشتركه هي حب النادي الصفاقسي نجاح النادي الصفاقسي ومعناتها النجاح بالنادي الصفاقسي عمره ما باش تكون اللي بعد ساعات انا ما نحبوش ولا ما يعجبنيش. انا نقولها سامحوني حتى يسامحوني الناس الكل انا كان فما حشاكم حتى واحد يهودي وهو على دينه كما يقولوها ونجم غدو ياكد لي اللي نجم يهز الشامبيونز ليغ للسي اس اس تو نبوسو ونقولو شالوم. واضح. اخر سؤال قبل البوز اللي باش نعملوها علاش رينا برشا تاريخي من اللاعبين وقلة انضباط في بعض الأحيان في فترة السيد حمد الدو. أول حاجة حمد الدو أنا بالمناسبة هذه نحب نشكره على الفترة اللي عداها في النادي الصفاقسي اللي برشا ناس نقدته بالرغم احنا كنت نتيجه تأكد أنه حمد الدو الباساج متاعه ما كانش خايف في السي اس اس كان باساج ممتاز. وتعرف حمد الدو الحاجة اللي الناس ما تعرفهاش واحد يكون مدرب مساعد وبعد يلقى روحه مدرب اول كما جاتش عنده شخصيه حماد الدو وجاتش عنده الذكاء نتاع حماد الدو ما نجمش يتعدى من المرحله هيك وينجح في المرحله هذه. الناس اللي تحكي على هذاك الكل انا نقول لك حماد الدو نعتبر مسيرته كانت ناجحه في النادي الصفاقسي لكن برشا ناس مالوريزمون شكت فيه وشكت في امكانياته وخلقت عليه ضغط كبير هذاك يمكن خلانا اللي في فترة ما خممنا باش حمادي الدو ما يوصلش المشوار نتاعو. لكن حمادي الدو انا نحب نعاود نشكره مرة اخرى على الفترة اللي عداها في النادي الصفاقسي وعلى الروح اللي عطاها والتضحيات اللي عملها. ونقولك حاجة كرول نجح على خاطر حمادي الدو بجنبه. واضح سي ناصر. احنا بعد البوز مش نحكيه على الانتدابات اللي قام بها نادي الصفاقسي معناتها واللاعبين مش ناخذوهم كل اللاعب والكا نتاعو تقعدوا معنا هنا راجعين. يلا يا ايمن هنا راجعين.
راديو فوريفر ونت. تتعرف عليها مع قيس عبيد ورياض بن جدير. إيميسيون سبور فوريفر كل سريت خميس التسعة متاع الليل على راديو فوريفر. على راديو فوريفر بوانيت شاك جودي 21 خميس التسعة متاع الليل على راديو فوريفر. This time for Africa. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة مع سي ناصر بدوي. أكيد الجزء الثاني مش نحكيه فيه على كافة انتدابات اللي قام بها النادي الرياضي السيرخسي والعقود ومشاكل العقود و سي ناصر مش نبدأ لك بريموند ومصطفى. برشا ناس تحكي على انه ثم مشكله في المشكله معناتها في الانتداب نتاعهم, انه الفلوس معناتها التو ما زالت ما مشاتش للفريق نتاعهم الغنبي, وللورقه الصفراء نتاعهم ما زالت التو ما جات النادي السفيرسي, وكيفاش باش نجموا نستغلوهم زوج ملاعبيه هما ذوما ان شاء الله معناتها في قدره ربي من هنا الغدوه ماكسيموم على اقصى تقدير باش يتصبوا 100,000 دولار وتسوى وضعيتهم. هما تو في قولوا احنا في البروغرام تي ام اس معناتها في السيركوي متعدين ان شاء الله معناتها من النهار اثنين تسوى وضعي بتاعهم بقدره ربي. علاش نادي السفيرسي لتو مصنع الظهير ايمن من وقت امير حاج مسعود فماشي تكامل في العمل بينك وبين سيد فتحي الدرقاع؟ والله احنا بون الموضوع هذا تو عندنا مده نحكيو فيه, عندنا زوز, عندنا القروي وعندنا زوز ولاد صغار موجودين في الاسبور قاعدين نحاولوا باش وهذاك علاش هو تم انتداب مسيو ميشيل ريشار باش العمل باش يكون متكامل معناتها. هذاك علاش احنا وقت اللي برمجنا مع سي غازي الغراري دوما جا شفنا حابين نجيبوا انسان باش نشوفوا المشاكل اللي عندنا باش اللاعبين اللي يكونوا موجودين ويكونوا عندنا فيهم مشاكل نحاولوا باش نعطيوهم معناتها نترافاي بلو ابروفوندي معناتها يكون في عمق اكثر باش نجموا ناهلوهم اللاعبين نجموا نحضروهم ان شاء الله من هنا لاسرع وقت ممكن نحاولوا نوجدوا واحد ولد النادي من ابناء النادي ان شاء الله معناتها يكون مدافع ايمن ان شاء الله. ان شاء الله باه سي ناصر شد لي روحك تو في السؤال هذا رغم الانتدابات اللي صارت ولكن احباء مازالوا كالعاده ما ثم احباء بالطبيعه لغايه ارضاء الناس غايه لا تدرك ماهمش راضيين خصوصا انه سمعنا فما مشاكل في وضعيه بعض المنتدبين كيما سانتامو ومابيلي ونيانغ وعلاش ما ريناش الاسماء نتاعهم في القائمه الافريقيه. ورحمة كريشان في نفس السياق تقول حسب الأخبار أنه ما بيديو سانتامو وضعية هذين اللاعبين أقل ما يقال عنها أنها معقدة, فحسب الموقع الرسمي لفريق فيتا كلوب قد أشار أن هذين اللاعبين وقع على النادي السفيرسي دون علم الفريق وسيتحملان مسؤوليتهما والفريق سيرفع قضية إلى الفيفا. شنو الحل سي ناصر إذا كان الحكاية صحيحة؟ انظري كان الموضوع ذا بالذات ما نحبش نحكي فيه توار خطر احنا اتفقنا في الموضوع ذا بالذات فما مكلف واحد هو سياسي بالطاهر هو المسؤول الاولاني بشي نجم يتكلم في الموضوع ذا احتراما للقرار اللي خذيناه في الهيئة المديرة معتها وبرئاسة سيلتي عبد الناظر سيما سخميخم انه الموضوع ذا الوحيد اللي هو قانونية وتأهيلهم تو بعد كيصير نحكيو عليه لكن ان شاء الله معتها بشي تأهلوا لكن الوحيد اللي نجم يجاوب عليه هو سياسيين بالطاهر. بالنسبة لشكون آخر الملاعب الثالث الملاعب السنغالي نحكي بالنسبة السنغالي فالو انه اليوم عنا مشكلة كبيرة مع الجامعة السنغالية هو والله اسمه كان ينجم تو يكلمنا في سكايب كالعادة شهير كمون نقول له يا شهير برسمك برا امشي للجامعة غاديك عاونا خاطر انا كلمت واحد قال لي باش نمشي نقضي لك القضية تعطيني من 500 اورو باش نمشي نقضي لك القضية ولدي يهديك يصلح رايك ما حابش يمشي يا شهير كان تسمع فينا برسمك امشي غدوة للسنغال خلي سيبونا خاطر قالوا لنا الجامعة السنغالية الكل ظهر لي في الكوب دافريك ما فما حتى حد سكروا وهزوا المفاتح معناتها توا قاعدين نحاربوا باش يسيبونا الكارجون نتاعو ما زلت ما سيبوهاش في الجامعة السنغالية لكن اعضاء الجامعة السنغالية كلها في عندنا اكثر من جامعة وصلنا حتى كلمنا سي وجدي كاتب العام تاع الجامعة التونسية لكرة قدم باش يحاول يعاوننا في الموضوع هذا وقاعدين نتحاولوا كل يوم بريسك نحاولوا نتصلوا اتصالات ما نحكيلكش
باش نجموا. فما مشاكل كبيره لو الناس اللي ما تعرفوش ادغال افريقيا وافريقيا ما فيها مشاكل كبيره. ان شاء الله معناتها الولد هذا دوب ما ناخذوا كارجون نتاعو عندنا الوقت حتى دي سي لو 30 ايام باش يكون موجود في الـ في الـ ان شاء الله في المباريات الثانيه ان شاء الله في الشامبيونز ليغ. به في الاثناء ان شاء الله خاطر في القانون يلزم الناس تفهم لو 15 يتسكر لا لا الكاليفيكاسيون بالنسبه للكاف دكور اوتوماتيكمون ومن بعد عندك ال 15 جور هذوك فما خطيه تدفعها وتجم تخلط الملعبين. لكن الحاجه اخرى زاده يراتي المباريات الاولى ذهاب واياب وفي المباريات الثانيه يكونوا موجودين. واضح سي نصر. احنا مش نحاولوا نتصلوا بسي ياسين بن طار ان شاء الله نتحصلوا عليه باش يعطينا المعلومه اللي حابين اللي يستنوا فيها نادي سفيرسي حابين نادي سفيرسي الكل فيما يخص اللاعبين الكونغوليين مابيدي وسانتامو. ونتعديو للموضوع اخر شكون الملاعبيه اللي نجمنا نزيدوهم في القائمه الافريقيه؟ الملاعبيه اللي طلبهم من المدرب الكل اللي اعطانا فيهم قائمه كانوا موجودين. شكون تسميهم لي سي نصر؟ كل معناتها الملاعبيه اللي انت تم انتدابهم ثلاثه توانسه اللي هو زياد الزيادي وياسين وبالنسبه ل شو اسمه الملاعب الحكيم فهمت هذوما ثلاثه لاعبين اللي زدنا حاتم الاسود في القائمه حاتم زاد زدناه في القائمه معناتها بالنسبه للاجانب بالنسبه للجانب فما ماريوس موجود فما دريس موجود ابراهيم بحري ابراهيم البحري مش موجود خاطر ابراهيم البحري ابراهيم البحري عنده نهايه العقد نتاعو تكون في جوان وفما فما معناتها كلوز اللي احنا تعرف احنا خذيناه اعاره من بعد فما امكانيه افيك اون اوبسيون داشا الاوبسيون داشا معناتها فيها اكثر من 300,000 يورو معناتها هيك المبلغ خلينا قعدنا معناتها شفنا يمكن فما قاعد يقدم في الاضافه اللي هما ديجا نادي سفيرسي على ذكر ابراهيم بحري كان سجل اليوم في لو تحكي لنا على المقابله سي نصر ضد اهلي طرابلس 3-2 النتيجه هو الناس لازم تعرف يمكن تشوف النتيجه كانت نادي سفيرسي منتصر 2 بلاش في الشوط الاولاني لكن بالفريق الاول تعطينا الاهداف وتعطينا لا بالفريق بالفريق الاولاني معناتها الفريق الاولاني كان موجود المدرب خير انه باش يعطي فرصه للاعبين الشبان الكل بدون استثناء غير فريق كامل في الشوط الثاني لعب بريسك كل الشبان نتاع نادي سفيرسي لعبوا في المباراه الثانيه نتيجه نقولوا احنا الشوط الاولاني فيها 2 بلاش والشوط الثاني فيها 3 بلاش. واضح ما حكيت لناش على المقابله بالبيس الناس برشا الناس تتسال على مردود انا والحاجه ما 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 نجمش كنت ملاعبي وتعرف اي نعرف لكن ما نجمش نوصف بالطريقه اللي كيفك انت انا تو انت نشوف فيك تبارك الله عندك الوحده لكن انا ما تعلمتش معناتها كل حاجه ما نحبش ندخل في خدمه الناس خاطر صعيب علي ما نجمش نكون انا نقول لك شنو صار وشنو ما صار يعطينا على الاقل شكون برز من الشبان اللي لعبوا في الشوط الثاني لا اللي لعبوا في الشوط الثاني كل ما كانوش كانوا كل مستوى نتاعهم متقارب ما كانش فما حاجه اكسبسيونيل ما كانش فما واحد طالع اكثر من غيره برشا دبلوماسيه في الاجابات بيان سور محمد محمد فايز بن عبد الله هل انه الهيئه بدات تحضر لميركاتو القادم متو ولا لا شو معناتها نعاودوا نعملوا ميركاتو لا معناتها عندكمش اسماء ان شاء الله باش تجيبوها في الميركاتو الجاي ان شاء الله في جوان احنا باش نشوفوا معناتها كان فما امكانيه باش لقينا واحد اخر دروا يمكن ينجم يعاون في شير تمار الحناشي اللي هو ينجم يكون قطع الشك بالنسبه لنا احنا اليوم ظهر لي الناس شفت مباراه الاخرانيه شفت ياسين مرياح معناتها كانت فما نحسوا رياكسيون باهية من العباد اللي احنا قلنا لهم راهو ياسين مرياح اصله يلعب اكسيال معناتها راهو غاديك يلعب في المتلوي بيفو على خاطر ما عندهم مش عندهم مشكل في البلاصه هذيك لكن هو اصله معناتها الخطه نتاعو الحقيقيه هو اكسيال معناتها فهمت وذلك كان فما كانت مفاجأة صار كلها حبيت نسيقسي إن شاء الله يواصل على التعلق هيك هذا كله بعد باش يتقيم بعد المرحلة هذه ونشوف شنو باش يظهر معناتها ما نجمش أنا اليوم نقيم على ميركاتو بالكلام معناتها الناس اللي ما تعرفوش هو الميركاتو والإيجابيات والسلبيات وكيفاش تقيمها تقيمها بالمباريات وتشوف الملاعبية تلعب وتجم تقيم الملاعبية بالله اس النصر علاش ما يتمش التكتم على الصفقات إلى حين إتمامها على خاطر ان الصحفيين ذا ما شاء الله عليهم يحبوا يخدموا خدمتهم وناشطين في صفاقس المعلومه مالوريزمون تتسرب بوسائل وعندك هو يلزمك تتعامل هذوما الصحفيين زاد ما تنجمش تحرمهم من المعلومه يعني علاش ما تعطيهمش اسامي مثلا يخرج اسم غلط ونشوفوا انت ديال باخر سهله ياسر تنجم تغلطوا الصحافي والله
أول حاجة هذه مش باهي منك تحاول باش تغلط مع سيدي جاك في مصلحة النادي الرياضي الشخصي نجم غلط صحفي لأنه الصحفيين أضروا بالسياسة أكثر من نفعوا. أنا نقول أوترمون قيس, أنا بعد ساعات برشا ديزوبيراسيون يكونوا باش يصيروا ويبطلوا ولا يجدوا شي يولي تولي حاجتين, يولي الصحافي اللي خرج الخبر واللي هو بيدو غلط معناتها يولي خرج غلط والعمليه مصدر بسيط معناتها النادي الصفاقسي يخسر والصحافي يخسر انه هو اعطاه معلومه ومن بعد ما تمتش ولا هو الخبر نتاعو غلط فهمت كيف. وانا الصفقه نتاعي ما نجمش نكمل على خاطر تخلقت لي فيها اشكاليات, لكن الله غالب هذا ما تنجمش اليوم احنا اول حاجه فما حاجه اللي هي باهيه معناتها في صفاقس اللي عندنا عديد الصحفيين اللي هما ممتازين معناتها ونكونوا لهم كل احترام, لكن نحاولوا بالطبيعة باش تكون فما حرفية أكثر منا, احنا باش نحاولوا نكونوا ديسكري أكثر ما يمكن, لكن كي تخرج معلومة نحاولوا نتعاملوا معها وكو, لكن باش تجي تقول أنا الصحفيين ما نجمش تعامل معهم ما تجمش معناتها اليوم الصحفي ما تعملش معهم لمصلحة النادي الرياضي الشخصي ما نعطيوش ما تجمش اسمه صحيح وكو ما تجمش إلى حين إتمام الصفقة ما تعرفش عليها معلومة كيفاش تخرج أنت ما لازمهم ماكش تتعامل وحدك فما برشا أطراف وبس ساعات المعلومة تخرج به واضح. عبد القادر خليف يقول لك ما هي صحة الأخبار عن اتصالك بكالتيرون مدرب مازامبي ورفض القدوم بتعالة عجز النادي الصفاقسي عن خلاص أجور اللاعبين بتاعه. شكون عبد القادر؟ أيه. أول حاجة نحييها سي عبد القادر أخويا أقول له راه توحشناك وعندي برشا لكن ما اتصلتش به. ما اتصلتش بكالتيرون؟ لا. به واضح. فريق كبير ديما في نفس السياق كيفاش يعجز عن انتدابات كبيرة بحجة عدم توفر الموارد المالية؟ كيفاش؟ السي اس اس كيفاش يعجز على انتدابات كبيرة بحجة عدم توفر الموارد المالية؟ فريق كبير في حجم النادي الصفاقسي ونحكيه على عجز باش نجيبه ملاعبي معناتها بيكون السوم تاعو غالي, كيفاش تجي هذي؟ والله هذي كيفاش تجي هذا اللي قيس تجي انه احنا نعرفوا امكانياتنا في النادي الصفاقسي وعندنا قداش من عام النادي الصفاقسي عمره ما انتدب بقيمه, بالعكس احنا فما تو برشا فرق ولات قاعده تعمل كيما تعمل النادي الصفاقسي وتشوف انت برشا فرق انتدبت يا اخي ما انت تمشي في بالك الصفقه الماليه هي معناتها ريفيرونس بارابور الكاليتي نتاع الملاعبي مو صحيح مو صحيح. يما ساعات تلقى ملاعبي بقيمه ثابته لكن سومو غالي وما نجموش نجيبوا ملاعبي هيك على خاطر النادي الصفاقسي ما عنده عجز مادي مش ما يجيبش ملاعبي هذاك. وانت تشوف عكس انه النادي الصفاقسي عنده برشا فلوس في الخزينه وما حبش يصرفها او عندنا تو منفهم في الامور كيفاش كيفاش باليوم تاع الملاعبي عندنا 6 مليارات دخل هكا ولا 6 مليارات لكن فما دي ريغريتمون صاروا في الفتره هذه الكل وفما ملاعبيه لازم تخلص في وقتها وفما ملاعبيه فما استمراريه لازم تتخلق وفما استابيليتي تخلق. انت اليوم كي تجيب ملاعبي في النادي الصفاقسي تو برشا ناس اللي ما تعرفوش هذا تجيب ملاعبي وتعطيه اموال طايله معناتها كيما نعتقد حمزه المثلوثي جاي يحب 500 مليون في العام مال علي معلول قداش نعطيه هنا معطيه مليار هكا ولا. اليوم الناس اللي ما تعرفش اللي فما اكيليبر لازم تخلق في الاكيب, ما نجمش يكون حمزه المثلوثي خير من علي معلول وما نجمش انا نجيب حمزه المثلوثي نعطيه 500 مليون وعلي معلول نعطيه اقل من هكا فهمت. ولهذا باش نخلق انا فتنه في الاكيب وباش نخلق مشاكل كبيره للاكيب وباش نخرجوا على السياق نتاع النادي الصفاقسي اللي هو تعودنا عليه وعندنا عوام نخدموا به وعندنا عوام احنا ناجحين فيه. ولهذا مش باهي اليوم على خاطر فما ناس قاعده تحكي في دي نامبورت كوا باش ننساق وراهم نفرت الفريق وندخله في بعضه على خاطر ملاعبي باش يجي باش نبدل الفريق كامل. انا ما نجمش نغير فريق كامل, ما نجمش نغير فريق انا اللي موجودين اللي نوايو اللي موجودين اليوم في النادي الصفاقسي هيك هما النادي الصفاقسي, ما نجمش نجيب لهم واحد اجنبي يجي يتسلطن عليهم ما عنديش الحق. انا اليوم انا كمسؤول هذا اجرام في حق النادي الصفاقسي كان احنا نعملوه كمسؤولين. واضح. على ذكر علي معلول ثم ماشي اتصال به بمحمد علي منصر اليوم ملاعبيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الوفد مع المنتخب ومو مع التشجيع نتاعهم والتشجيع نتاعهم بتزول شويه المورال وخصوصا محمد علي منصر اللي حقيقه اليوم تظلم اللي ما كانش اساسي مع منتخب وبالمناسبه نهنيو المنتخب على الانتصار نتاعو ضد زامبيا اليوم. والحاجه ما نحبش بلاي هذا نقولوا مظلوم وظلم ومدري شنو في الكوره فما ناس تبدا مش كان انا قلتها راسي مش كان انا قلت لا خلينا نقول في الكوره فما ناس تبدا وناس تخرج وناس احنا شرفنا ان اليوم محمد علي ولا نقطة اللي هي تعطي إضافة في النادي الصفاقسي.
سواء يبدا ولا يدخل ولا يبدا الماتش. محمد علي قعد بالليتا ديسبري نتاع انسان يحب تونس يخدم على روحه في سون دوفوار يرسبكت لونترونور نتاعو يرسبكت الرايه الوطنيه يعطي اللي يعطي الماكسيموم فهمت هيك يبدا ولا يدخل هذيك تدخل مشمولات المدرب ينجم يكون المدرب مخلي انا تو محمد علي انا تو باش وقت اللي هو يتخسر يلقاه علاش انت تاخذش من ناحيه هذيك هذا فهمت بالرغم انه اليوم محمد علي في الماتش اللي فات باين هو الاولاني والعشر الاخرين بعده ما هو والبلبولي بيان سور فهمت والاخرين التسعه الاخرين يتحطوا بعد لكن ديما اختيارات المدرب لا نجم ندخل فيها انا ولا ندخل فيها انت يلزمنا نحترمه ويلزمنا نقدره وهذا اللي يزيد يخليني نزيد نحترم محمد علي اكثر حتى كي دخل اليوم دخل جيعان ودخل ديسيزيف وكان ديسيزيف وعطى الاضافه وحتى علي كيف كيف وهذا هو اللي باهي وهذه اللي تاتسبري لازم نخلقوها في اولادنا معناتها ما لازمش توا نخلقوا لهم انتم ما ظلمكم والانترنور ما يحبكمش ما فماش راهو انترنور في العالم ما يحبش الملاعبيه نتاعو ولا ما يحبش يربح ماتشاته قبل ما يبدا حتى الاربيتر الانترنور كان تقولش تتمنى يقول لك نربح الماتش قبل ما يزفر الاربيتر لكن مش صحيح لازم يتلعب الماتش وفما دي مومون فور تخدم انت وفما دي مومون فور يخدم الادفيرسير وتجم انت تبدا بالباهي وبعد تكمل بالخايب وتجم تبدا بالخايب وبعد تبدا بالباهي وفما لي زاتو نتاعك تجم تخليهم باش تكونتري بيهم فما سيتين استراتيجي كامله كل مدرب كيفاش يشوفها هو في الاخر كيما نقول ليسونسييل صحيح انه يمكن تونس ما لعبتش ماتش كبير لكن راهو كاليتي كي تبدا خايب وتربح كي تبدا حتى متوسط وتربح مش على بورتي دو الموند مش الناس كل قادره تعملك واضح واضح سي نصر اخر سؤال قبل ما ناخذوا التدخل بسكايب تو ردنا علينا سؤال النادي الصفاقس يرفض عرضا مصريا بمليون دولار للتفويت في اللاعب مبيدي صحيحه ولا صحيحه موجود باه ناخذ تدخل اذا بسكايب اذا كانوا حاضر ياسين ناخذوا الو عسلامة يا اخونا شكون معايا ناموري من تونس نحب نحييك ونحيي خويا الناس مرحبا بك سي سليم ناموري تفضل سي سليم يعطيك الصحه ولو ما نش اسمه فيك بالباهي ما تفضل اول سؤالك السي ناصر باختصار يعيشك تفضل باختصار انا عندي ثلاثه حاجات اول حاجه كيما احنا حكينا وتشكينا نحب نشكرهم ونهنيهم على ريكروتمون اللي صاروا سينسيرمون بارلو الثاني حاجه يا سنتر فورماسيون في سي اس اس مستنيو في برودوي مزيان من سنتر فورماسيون تاع سي اس اس قبل طلعونا برشا جوارات تو قعدنا نقصين به سؤالك الاول يا سي سليم عايشك ما سمعناش بالبيه ذاك علاش سؤالك الاول اللي قلت لك مش سؤال هي كيما قلت لك قبل تشكينا ولا دمرنا تو حبينا نهنيو ونشكروا على الخدمه اللي خدموها في البريود هذه نتاع الميركاتو على ريكروتمون اللي صاروا به واضح النقطه الثالثه النقطة الثالثة هي الميديا نحب نعرف سي فكري بوديا خرج ولا حبنا توا هوني في تونس من برشا إذاعات تكلموا برشا عن سي اس اس تكلموا كذا ما عملناش لاكسيون توجور أو رياجي يا قيس توجور أو رياجي ما كناش احنا السابقين ولا نعملوا دي بوان دي بريس ناش تسمع فيه ولا يا قيس نسمع فيك تفضل دونك توجور يتكلموا في سي اس اس وما تصيرش حتى رياكسيون سيرفيس ميديا عندنا بصراحه بكل صدق ناقص كان قبل فما شخص فكري بوديا كان هو اللي يتكلم يعمل رياكسيون يسمعوا في الاذاعات الكل يخرج يحكي ساعات في التلفاز توا اللي يتكلم في السي اس اس الكبير والصغير ما صار حتى رياكسيون بالكل واضح سي سليم الاستفسارات نتاعك وبارك الله فيك على التدخل نتاعك وقعد معنا وسي ناصر مش يجاوبك على الاسئله نتاعك اول حاجه هو بارك الله فيه انتو ديكا على المداخلة الأولانية اللي شكرا لكن شكر لا شكر على واجب هذاك واجبنا انه نحاولوا باش نوفروا الرصيد البشري هذيك الداخلة في العمل نتاعنا وان شاء الله معناتها نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يعطيوا الإضافة للنادي الصفاقسي بالنسبة للسنتر دو فورماسيون اليوم تمشي لسوسة تلقى أكثر من 10 ملاعبية أبناء النادي الصفاقسي موجودين في تربص النادي الصفاقسي معناتها 10 ملاعبية من الأمال بريسك ما بين 8 و9 ملاعبية موجودين من سنتر دو فورماسيون في نتاع النادي الصفاقسي موجودين في طرابلس مع الفريق الأولاني في زوز وهذه هي حاجة اللي تبين أنه النادي الصفاقسي ظهر لي من الفرق الكبرى القلائل اللي تعطي فرصة للشبان نتاعها وتخليها تبرز وتخليها تنجح وظهر لي ما نخرجوا وزاد فما حاجة أخرى اللي اليوم زاد رجع سي منصف خماخم اللي هو
انسان معروف بحبه للشبان وبغرامه للشبان، خاطر ستنار مع خدمه في الشبان راهي مش حاجه عاديه ولا حاجه سهله، يلزمها برشا صبر وبرشا تضحيات وبرشا سفوار فير. ان شاء الله معناتها فما برنامج ان شاء الله باش هذا الكل يتحطهم بلاس ونزيدوا نحاولوا نشوفوا لي ديفايونس نتاعنا وين ونطوروها ونحسنوها. بالنسبه للميديا فما سي محمد الطاهري هو لاهي بالميديا، لكن ظهر لي اللي قاعد يصير الكل بون هو النقد بعد ساعات يلزمك تسمعوا معناتها سيرتينمون، احنا ما فماش حتى واحد خارج عن النقد، لكن كان تبدا فما حاجه تمس النوتيفيكسي ديما قاعدين نحاولوا نعملوا رياكسيون بالطبيعه في نطاق الاحترام المتبادل ما بين الناس الكل. واضح اذا ثم تدخل بسكايب واحد داخل ناخذوه. الو على السلامه. الو على السلامه. مرحبا بك خونا، شكون معايا؟ حسام كنون. مرحبا بك سي حسام، مرحبا باحباء سي اس اس في باريس. هاو معك سي ناصر، سؤالك ليه باختصار عايشك تفضل. مرحبا بك. مرحبا بالناصر. مرحبا. شنو حوالك يا ناصر؟ سافا خويا الغالي. عايش. توحشناك. ناصر حبيت نسالك دي كيستيون، انت قلت اللي شكون يقول اللي فيليب تروسيي معناتها مش يكون حاجه كارثيه. راهو فيليب تروسيي ناصر الى لونور باش يراني سي اس اس قبل كل شيء. بيان سور. ونحب نقول حاجه اللي راهو لازم تكون في الاداره الفنيه نتصور تكون محاسبه للونترونور شاك سومان. فهمت؟ حتى كان يكون مارادونا لونترونور نتاعنا راهو لازم يتحاسب. الحاجه الثانيه حبيت نعرف ناصر البدوي كمدير فني اسكو تحارب على بيدجي بور لي ريكروتمون والا رئيس النادي الصفاقسي اللي هو يجير تو؟ هذه البوان الثاني. البوان الثالث بارابور لو سونتر دو فورماسيون، بون الميركاتو تو نحب نعرف لا ديريكسيون تكنيك معناتها اسكو تبع في الجوارات بالنسبه للجونيور والسينيور جونيور والاسبوار والا ايش ليميت يونيكمون للليكيب سينيور؟ الحاجه الرابعه وسامحوني كان نطول ناصر تكلمت على التكتم الاعلامي. يا ناصر راهو فما فويت كبيره في السي اس اس، الجمهور يجم يعرف الانفورماسيون قبل ما 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 سي اس اس تعمل لو بروميير با باش تعمل ريكروتمون هذا. دونك لازم يكون تكتم اعلامي كبير ولازم ما تعطيش ثقه في حتى صحافي وسيرتو الصحفيين نتاع صفاقس. والكيستيون الاخرانيه عايشك يا ناصر، اذا كان فما شالوم يجم يكون بين ناصر البدوي وحاتم الترابلسي، اسكو تجمش تكون انت الاسبق باش تقول شالوم ليلو والا يكون حاتم هو الاسبق؟ وبارك الله فيكم. يعيش. شكرا يعطيك الصحه على التدخل نتاعك حسام. بو نقولوا سلام مش شالوم لا علينا بالطبيعه. تفضل سي ناصر. اول حاجه بالنسبه للفيليب تروسي، بالنسبه للفيليب تروسي قلت لك بالرغم ان الفتره كانت وجيزه وقلت انا قلت لك تذكر احنا قلنا حاولنا باش نصلحوه، حاولنا باش نحكيوا معاه وحاولنا باش نقولوا له العقليه، لكن ما لزمون لقيناه راسه يابس ما في ما يتصلح معناتها في الاخر. هذيك الحوصله اللي خرجنا بها انه الرجل هذا معناتها مش قادر باش يتعامل ولا يتطور ولا باش يتبدل افكاره معناتها، هذاك علاش ديجا بعد دوب مطلب هو باش يمشي قلنا له مشي على الروح. المحاسبه للمدرب كل اسبوع هيك هي معناتها المحاسبه للمدرب حتى على توا معناتها حتى بتبعتها هو في هو محاسبه بينك وبين المدرب انك باش تحكي كوره، واحنا نكونوا ديما متواجدين تقييم المباريات نحكيوا على مباراه نحكيوا شنو اللي صار به شنو اللي صار خايب هذاك علاش بيه هذاك علاش خايب شنو مال ديفيونس. هذا الكل هو اجتماعات تصير معناتها كل اسبوع باش نحكي وكره باش نقيموا المرحله هذيك علاش قدم هذيك علاش وخر هذيك شنو مشكلته هذيك مشكلته نسيته هيك مشكلته يتعدى باساج جديد هيك عنده مشكل مع صاحبته هيك فهمت يحب يعرس هيك هما نحكيوا فيهم باش نجموا نفهموا المرحله نجموا نفهموا نقيموها بالكدا معناتها هيك معناتها تحاربش على البيجي الانتدابات. هو البيجي معناتها ما كانتش فما دي بيجي واضحين معناتها بالنسبه للنادي الصفاقسي، تعرف الصعوبات الماديه اللي كانت تعاني فيها وتعرف انت اليوم الناس كل تعرف تو القاسي والداني نحكيوا على بيجي قش علينا فما موارد ماليه تصب كل شهر وكل جمعه وتجي واحنا نقولوا لا هذه قسم هذا الريكروتمون هذا اللي جون هذا مو صحيح. فالنادي الصفاقسي قاعد يعيش برجالات النادي الصفاقسي، فما موارد ماليه اللي قاعده تجي من وتعرف الفتره نتاع الثوره تعديت فترة صعيبة على كل الشركات في تونس اللي كان يعطي 100 مليون ولا يعطي في 10 ملايين واللي ما عادش يعطي جملة، فما 4 5 6 من الناس على أقصى تقدير اللي قاعدين يضخوا في أموال كبيرة وكبيرة برشا للنادي الصفاقسي والناس هذوما معروف وما نحبش نذكر حتى اسم باش ما ننساش هذا ونذكر هذا، لكن فما ناس رجال النادي اللي في الفترة الصعيبة في الأربع سنين تعداو
هما كانوا بالحق الناس اللي خلاو النادي الصفاقسي واقف من الناحيه الماديه، اللي كانوا ساندوا النادي الصفاقسي كانوا وقفوا وراه كانوا دعموه ماديا، باستثناء الناس هذوما كانت الامور الماديه بسيطه وبسيطه برشا. معناتها هذاك علاش باش واصل النادي الصفاقسي، مش النادي الصفاقسي اللي عنده موارد قاره باش ينجم يقول هذا بيجي للركروتمون وهذا بيجي للوحده، هذوما يجيو بالطبيعه على حسب الظرف وعلى حسب المعطيات. بالنسبة للتكتم التكتم الإعلامي على الصفقات فما ما تعطيه الثقة في حتى صحافي خصوصا جيد أنا فما الكلمة اللي أنا ما نحبش نقولها، احنا ثقتنا كاملة في كل الصحافيين تاع صفاقس وأنا نحترمهم وعندي ليهم احترام خاص بالرغم انهم برشا متغشين عليا انا شخصيا، نحكي انا شخصيا كناصر بدوي برشا متغشين عليا وبرشا ناس تلومني اني ما حاولتش باش نكون نتعامل معاهم بالدرجة اللي يتمنوا هما، لكن انا زادة عندي مسؤولية اني حبيت اكثر ما يمكن نتكتم على الريكروتمون تاعي باش ما نميزش هذا على هذا، حاولت باش نكون محايد بالنسبة للاطراف الكل، لكن انا ما نجمش اليوم ننقص من الاحترام ليهم ولا التقدير ليهم، انهم هذوما ناس يخدموا في خدمتهم ويحاولوا باش يخدموا خدمتهم وهذوما ليهم الكل احترام والتقدير. حاتم الطرابلسي، حاتم الطرابلسي خويا لعب معايا قبل وكورنا مع بعضنا، انا ما عنديش معاه حتى مشكل، معناتها يمكن تو مانيش قاعدين نتعاملوا خاطر انا في فتره ما حاتم بالحق كانت تربطني بيه علاقة حميمية كبيرة برشا وعلاقة كبيرة، صار أنيكار بيني وبينه، أنا ما حاولتش باش نستفسر عليش وهو ما حاولش باش يستفسر عليش، قعدنا كيكا كل واحد شد بلاستو، ما عنديش معه حتى مشكل. نجمو نشوفوكم هنا تخموا بعضكم الزوز، والله كيما كانت الناس تحكي صرت مامون أنا ما نحبش بوجلبان وما نجمش نخدم معاه، واحد اليوم انا لقيت روحي نخدم مع بوجلبان هو عنده خدمته وانا عندي خدمتي، ما عندي حتى مشكل مع حتى حد، اي انسان ينجم يفيد النادي الصفاقسي، والناس لازم تفهم انا بيدي زادة باش تكون عندي مرحله وباش نمشي على روحي ان شاء الله، بالتدريج فتره حاتم الطرابلسي يخدم في بلاصتي انا ولا يشد بلاصتي انا ولا يشد بلاصه خير مني انا، وهذيك هي الحياه، معناتها الحياه كلها مسؤوليه هي تداول، انا نتقدم يقول لك انا موجود في المنبر نتاعك، معناتها انا باش متاكد انه باش يجي فتره باش نمشي على روحي خاطر راني انا مانيش باش ندوم كيما غيري، معناتها باش ناخذ وقتي ونتعدى على روحي وباش يجي لي بعدي. على ذكر حاتم الطرابلسي اون اكسكلوزيفيتي، حاتم الطرابلسي باش يكون ضيف في راديو فور ايفر في جوست بعد الكان تاع اللي كانت تلعب تو في غين الاستوائيه مباشره بعد الكان، باش يكون ضيف باش يطرح عليه نفس السؤال اللي سالته لك سي ياسر النصر. قلت لك انا نجاوب واضح. تدخل واحد اخر بالسكايب ناخذوه. الو على السلامه. الو الو apparemment le Skype قص الابيل، ناخذو ما نسيرش نعاودو ناخذو ياسين. سي ناصر شكون الناطق الرسمي في النادي الرياضي الصفاقسي في الهيئه الجديده؟ في الهيئه الجديده حسب ما قريت انت ما شفتش. اي ما ساعات نسمعوا شكون الناطق الرسمي ونشوفوا التصاريح من الناس اخرين. لا حسب القائمه اللي عندك انت كنت تقرا فيها، معناتها هو اللي مش نشوفوه هو اللي يحكي بال حسب القائمه هذا اللي مازال ما تعينش شكون الناطق الرسمي مازال افكتيف مو هذاك علاش سالتك شكون الناطق الرسمي. ياسين حاضر للتدخل بالسكايب. الو على السلامه. الو الو على السلامه. مانيش نسمعوا فيه امور السكايب به مازال. سي اشرف بن صالح يقول لك نجموا نلعبوا على ربيت ابطال افريقيا ولا نجموا نتحصلوا على الاقل على المرتبه الثانيه ولا الموسم هذا؟ سؤال من اشرف بن صالح على شنو البطوله معناتها يحكي على البطوله على ربيت ابطال افريقيا زوز. والله ظهر لي ما فماش مسؤول يخدم ولا انسان يجري من بلاصه لبلاصه ولا يحاول باش ما يلعبش على القاب هذوما ولا ما يكونش موجود معناتها ولا يتحصل على هذوما، معناتها هذا معناتها ما فماش انسان يخدم باش يتمنى باش ما ينجحش في العمل نتاعو. واضح الى انتظار انه سكايب يسترجع العافيه نتاعو، نعملوا بوز مثالش يا ايمن بوز قصيره ونرجو بعدها الحديث مع ضيف الحصه سي ناصر بدوي. اكيد مات الاسئله ما زالت ولي سيجيسيون ما زالوا نتاع حابين ندرس فيها. سي بوز يا ايمن ونرجو. ريستي برونشي سور راديو فوريفر بوانيت.
راديو فور ايفر جو احنا جو جو فور فور ايفر تصريحات دي باسبورتي اكسكلوزيفيتي تتعرفوا عليها مع قيس عبيد ورياض بن جديد ايميسيون سبور فور ايفر كل ساري تخميس التسعة نتاع الليل على راديو فور ايفر على راديو فور ايفر بوانيت شاك جدي افانتينا خميس التسعة نتاع الليل على راديو فور ايفر This time for Africa فور 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 مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من حصتنا الليلة اللي ياسين دوب ما يحضر سكايب ناخذوه لابيل حاضر ألو عسلمة ألو يا عسلمة مرحبا بك أخوي أشكون معنا عسلمة معكم سامحني أخوي أنا ما يش اسمع فيك بالكل ألو وي تسمع فيك أيوة ولا هكيك عايد شوية باش نسمعك ميسالش شكون معنا أيوة معك وليد الخرات سفاق سيون عايش في تونس مرحبا بك سي وليد مرحبا بحبيب سي اس اس في العاصمه تفضل سي وليد سؤالك لسي ناصر وبكل اختصار يعيشك تفضل انا عندي زوج دو بوين اللي نحب نحكي عليهم صغار هما مي سو تري امبورطون اللي هما الحاجه الاولى سيكو احنا النادي الرياضي الصفاقسي راهو جمعيه كبيره برشا ولازمنا او نيفو دي ريكروتمون ماذا بينا نسكتوا شويه افون دو ريكروتي يعني مش لازم نقعدوا نحكيوا على جوارات دو فاسون اللي لي زيكيب الاخرين يعني يسمعوا بالجوار هذاك ويمشيوا عليه هو فهمت ماذا بينا نتكتموا شويه على الريكروتمون بعد الجمهور يسمع بهم ومرحبا ما يسالش باه النقطه هذه رانا حكينا فيها وليد كان تبعتنا من الاول ما يسالش النقطه الثانيه ما يسالش النقطه الثانيه سي او نيفو دو لا ديسيبلين في وسط ليكيب ماذا بينا نشوفوا اكثر يعني او نيفو دو لا ديسيبلين حتى مع لي جوار دي اترانجي ولا لي جوار اللي عايشين في تونس يعني التوانسه ماذا بينا on est un petit peu de يعني indulgence au niveau des joueurs هذوما يعني ماذا بينا ننزلوا عليهم شويه خاطر احنا نحسوا اللي في السي اس اس اقل ايكيب في الاربع ايكيبات كبار في تونس اللي عندها ديسيبلين باه واضح سي وليد التدخل نتاعك يعطيك الصحه واهو سي ناصر مش يجاوبك على السؤال نتاعك هاي سي ناصر والله بون بالنسبه للديسيبلين ما نعرفش علاش الناس ديما تقدم لهم لاعبين سي اس اس مون ديسيبلين ما شافوا شطحات تاع ماما يوسفو تاع دونك ماما يوسفو ديجا هو موضوع ديجا وهذاك سبب من الاسباب اللي ماما يوسفو فسخنا له كونتراتو ابراهيم دونك تعرف هو ماما يوسفو لا يدي معناتها اثر حتى خاصه على اللاعبين الاجانب في ناحيه الغيابات وعاد هذاك علاش ديجا احنا شفنا ماما نزوفو معناتها ما عادش نجم يفيد نتفيخسي على جميع الوجه ديال لكن انا ما نعتقدش انه الديسيبلين كاتاستروفيك بالبوان اللي تحكي عليها الناس الحق ملاعبين سي اس اس منضبطين ومتخلقين ومتربين ما شفناش منهم حاجه اللي تستحق الكلام هذا كله بصراحه به ثم تدخل بسكايب ناخذوه الو عسلامه الو ضاع لابيل مش مشكل سي ناصر علاش النادي الرياضي الصفاقسي يلقى ديما صعوبات كبيره باش يفرض الاسلوب اللعب نتاعو على العشب الاصطناعي وممكن حتى الانتصارات تاع النادي الصفاقسي على الارتيفيسيال يتعدوا على الصوابع خاطر بالنسبه للجازون ارتيفيسيال فما حاجات تختلف معناتها ما تلقاش لي روبير نتاعك هما بيدهم الكره تولي تجري اكثر لابوي نتاعك مش هو بيدو ما تلقاش لي زابوي نتاعك برشا بالحق نلقاو دي ديفيكولتي في الملاعب الاصطناعيه بالحق معناتها قيس هذه ملاحظه معناتها في خاطر الحاجه نلعبوا زوز ثلاثه مباريات في العام على اقصى تقدير نمشيو نلعبوا في المتلوي نلعبوا في براتيكومون توقعت كان المتلوي اللي هو ارتيفيسيال معناتها فهمت نلقاو فيه مشاكل كبيره لازم نحاولوا نتعاملوا معاه خاطر احنا ما نترنمش عليه برشا بصراحه اي سي ناصر لكن الفرق الاخرى تمشي تنتصر معناتها نفس المشكل ثم دي زيكيب تكنيك كيما النادي السويسري يمشيو ينتصروا غاديك في الملاعب الاصطناعي هو 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 كي تحكي تكنيك معناتها الترتون يلزمك تكون تكنيكمون فالابل معناتها فهمت لكن احنا نلقاو مشاكل بصراحه نلقاو مشاكل يمكن ما عنديش لها تفسير اللي هو نجم نقنعك به لكن بالحق معناتها في الارتيفيسيال نلقاو برشا مشاكل ما نلقاوش لعبنا كره تجري برشا ويمكن ما نلقاوش لعبنا به نتجاوزوا النقطة هذه ناخذ تدخل بسكايب إذا حاضر ألو عسلمة
مرحبا بك خويا، شكون معنا؟ ولو انك تحاول تعيط شويه. الو عسلامه مره اخرى. الو عسلامه، مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟ تفضل. زياد نصيغص. مرحبا بك سي زياد، ها هو ماكسي الناصر، سؤالك ليه باختصار يعيشك. يا زياد مرحبا بك. اهلا سي ناصر، سباب. مرحبا يا اخوي. عرفتوا سي ناصر هذا؟ مدام زياد حبو برشا زيادات. زياد في كل البلاد ديما نكلم راه زياد محمد سيسس. شرفوا بيك يا زياد، توا هذا يعمل لنا في سابوتاج ما سمعش كلام. تفضل سي زياد. احكي لنا زياد، احكي لنا زيدون. اي احكي. انا عملت سابوتاج. هو سي قيس، قيس يحب يعمل لنا انا وياك سابوتاج ما سمعش كلام. تفضل سي زيدون. هاي زيدون. هاي زيدون. اي سي ناصر، حبيت نسالك انيس وقت قلت لنا عليه من المانيا جاء. انيس شكون؟ عمره 18 عام. أنيس أنيس أي تونسي. قلت له مهاجم و لا هو بفريق ألمانيا. اي جاء ذاك وقعد بحث لنا شهر كامل. حبيت نعرف شو وسط حكايته. لا جاء قعد شهر كامل وبعد اللي طال الفني شافوا الولد عنده دي كاليتي تكنيك باهي، لكن هو طاي ومش طويله برشا، ذميم شويه، معناتها شافوا سي با لو بروفيل الفريق سوالي، هذاك علاش ما خذيناش. باه قد نال عجوب الفريق. نال عجوب شكون؟ الو نال عجوب شكون؟ انا حبيت نسالك سؤال هذا ونشكرك. مع عايشك ميرسي، يعطيك الصحه زياد. على مرحبا يا زياد، للقاء. عايشك يا زياد، يعطيك الصحه. ريتك زينه سيدي، يعطيك الصحه بارك الله فيك. اذا ثم تدخل بسكايب واحد اخر تكلمونا في ساعه. سي نصر، في صوره غياب مارح علاش التشكيله الاساسيه، شكون باش يعوض؟ عندك شبك وليش تغيب فيه انت؟ الله اعلم، ما سباري في انه مهر الحنيش ما وقت اللي يغيب مهر الحنيش تلقاو حل. نعاود نجيبك مره اخرى باش تجاوبنا عليه السؤال. لا ما نلقاو حل، ما سردن مو ما في ماتش في بعد نلقاو حل. مش بح في راس الحشيشه اسامه الحسيني، فماش امكانيه استرجاعه خصوصا انه عندنا نقص في المدافعين. يعني تبارك الله عندنا جي ثلاثه ولا اربع اولاد اكسيال في السبور كما قلت لك باهيين، معناتها بن يونس وبن صالح وعمار تبارك الله، هذا من كلهم راه اولادنا، ما جبناهمش من بلاصه اخرى. والله نبيل شطورو، زياد يلعب ظهير ايمن قبل، نجموش نعاولوا عليه في الخطه هذه؟ نربط لك بالسؤال الاخر. زيادي لعب قبل كظهير ايمن، نجموش نعاولوا عليه في الخطه هذه؟ سؤال من نبيل شطورو. نبيل شطورو والله ما الحق ما قلت لكش ما خممناش فيه، معناتها لكن سيرتينمون شنو بوستو بالضبط هو؟ هو زياد يلعب اندزيام بيفو، معناتها يلعب واحد فيكس وهو يلعب معاه. انت كيفاش يلعب المدرب؟ كان يلعب بزوز دو بيفو، يلا نجم يكون دزيام، كان يلعب بثلاثه نجم يكون تروزيام، معناتها لازم يكون واحد فيكس معاه ومع زياد. به سي ناظم حنين، صفقه الفرجاني والروج وندونك بقداش، وقداش النسبه المئويه اللي باش ينصفع بها النادي الراضي السفيقسي في صوره البيع اللاعبين هذوما لفرق اخرى؟ معناتها ثماشي بورسونتاج دو ترانسفير كيف يتحولوا، معناتها كيما ندونك مثلا من لوريون يمشي فريق اخر، ثماشي نسبه للنادي السفيقسي. نفس الشيء بالنسبه للفرجاني والروج، ثماشي نسبه مئويه في حال انتقالهم من فريق ميتز لفريق اخر. بالنسبه للفرجاني هو الصفقه الكل معناتها ما بين فرجاني وندونغ واحد زوز 2 مليون 600 وشويه هكاك معناتها اورو. وبالنسبه لكلهم الملاعبيه عندنا نسبه مئويه وقت اللي يتحولوا لفرق اخرى. ممتاز جدا. سي نصر، سي خالد طرابلسي يقول لك ثم لاعب جزائري لعب في المنتخب تاع اقل من 17 سنه المنتخب الجزائري ويحب يلتحق بالنادي السفيقسي، يقول لك انه ينجم يعطيك حتى الكونتاكت نتاعو اذا كان تحب تتبعه، شنو رايك؟ بالعكس يشرفنا، احنا برشا مشكورين. بالمناسبه هذه نحب نشكر احب النادي السفيقسي اللي قاعدين يعاونوا فيا في الحكايه هذه، معناتها يحاولوا ديما يتصلوا بيا ويحاولوا قاعد الناس كل هذه، معناتها يزيدنا شرف انه الناس كل معناتها مغرومه وماذا بها تشوف اللاعب هذا ولا اي لاعب ما في اي بطوله، معناتها انا وصلت ناس تجيب لي ديكوردوني نتاع ناس وسميهم وين يلعبوا والمراكز اللي يلعبوا فيهم، معناتها بالعكس احنا كاي حاجه تنجم تفيد الناس في خسي مرحبا بهم الناس كل، احنا بالعكس على ذمتهم. به نفس المحب يقول لك سي ناصر، فما ملاعبي عنده مؤهلات كبيره برشا ويلعب في غرينوبل اسمه حمادي العياري، علاش ما يتمش المتابعه نتاعو والانتدابه خصوصا انه ماهوش باش يكلف السي اس اس الكثير، خاطر الفريق اللي يلعب فيه فريق هوي. حمادي العياري في غرينوبل ما عطانيش العمر نتاعو الحق هذا كل، ما يلزم الفيشه كامله نعمرها نشوفوا عمره نشوفوا البوست نتاعو
المكان ظهير ايمن البوست نتاعو ظهير ايمن معناتها اريير دروا اريير دروا بالعكس كان نجم مرحبا بي نجم خويا ياخذ من عندك تليفوني ويكلمني وكان نجمه حتى يجي من قريب ونشوفوه بالعكس احنا نفركسوا ماذا بينا كان نقوى بروفيل اللي ساعدنا مرحبا بح اخر سؤال ليلة سي نصر شديدكش برشا ليلة مرحبا بح كيفاش باش يتم التعامل مع ملفات محمد علي منصر وعلي معلول في الصيفة هذه خصوصا بعد المسلسل متاع الفرجاني متاع تجديد العقد والله انا محمد علي حكيت انا وياه ديجا في الموضوع هذا معناتها محمد علي حتى عندنا مدة التالي حكيت معاه انا وحكي مع سي لطفي ما ان شاء الله في القريب العازب نزيدو نحكيو معاهم هما بيدهم الحق زوز اولاد هذوما معناتها يطمحوا زاد باش يلعبوا لبرا فهمت يطمحوا باش يلعبوا لبرا الحق مازلنا ما تعمقناش فيه لكن هما بدا النادي الصفاقسي وبالطبيعه يلزمهمش زاد خاطر هما ديما الاولاد فما حاجه اللي يقولوا هذه معناتها يقولوا يقولش علينا احنا اولاد النادي الصفاقسي تنزلوا علينا اكثر من هما بالعكس هما اللي يجيو كل الاولاد اللي يجيو كل الاولاد من صفاقس اما ديما اللي يترعرعوا في صفاقس واللي ابناء صفاقس يحسوا لكن الحاجه اللي تميزهم انهم ديما يكون حبهم كبير لنادي صفاقس يحاولوا ديما باش يعطيوا حتى على حساب رواحهم لنادي صفاقس اكثر ما يمكن معناتها كلمه جمهور نادي رياضي صفاقس سي نصر جمهور نادي صفاقس والحاجه ان شاء الله معناتها نوصلوه الاهداف نتاعو ان شاء الله ندخلوا الفرحه كما دخلناها قبل معناتها وكانت فرحة كبيرة وإن شاء الله معناتها هذا نتمناه الناس كل إن شاء الله الكل نبدأوا فرحانين وننجحوا في المهمة متاعنا وإن شاء الله معناتها نتحصلوا سنة على الشامبيونز ليج فهمت نتحصلوا على الشامبيونز ليج باش ننجموا ننجحوا والحاجة نحب نشكر كل جروب معناتها بدون استثناء معناتها فما حاجة أنا سمعت زادة في الفترة الأخرانية اللي فما إشكاليات صارت ما بين الجروب لكن نحب نقول أنا راو اليوم نجاح النادي الصفاقسي مربوط بكل الهياكل متاعو بالأحبة متاعو راو ما نجمش مجموعة على مجموعة ما تجمش راو ينجم ينجح النادي الصفاقسي كان بالتفاف الناس كله راو الفريق ومساندة الفريق وإحنا أنا نجربها بالإكسبيريونس لا وين فما التفاف الناس كل ورا الفريق ويكون هدفها هدف واحد هو هدف واحد هو نجاح النادي الصفاقسي راو نوصلوا الاهداف نتاعنا وتكون نيتنا صافيه والناس كل ننجحوا لا وين فما ناس تحب تخلق فينا الفتنه ولا تحب تخلق فينا تزرع الفتنه ما بين الناس لا وين النادي الصفاقسي يلقى مشاكل خاطر راو حتى ربي يهز البركه نتاعو وان شاء الله معناتها نتمنوا نجاح النادي الصفاقسي على جميع الاصعده ان شاء الله في كل المجالات وفي كل الرياضات يكون فيها طرف النادي الصفاقسي وفما حاجة أخرى زادة نحب نهني الشعب التونسي النجاح المنتخب التونسي وعلى نجاح أبناء النادي الصفاقسي اللي موجودين بما فيهم حتى فرجاني ساسي إنه صح في فريق لوريون لكن يقعد في مادس لكن يقعد ولدنا ونتمنى له النجاح ونتمنى له الشفاء العاجل في الفخري بن يوسف باش يرجع يلعب في أسرع وقت ممكن ويرجع النشاط ويرجع لسالف نشاطه إن شاء الله مزيد متعلق ونجاح للمنتخب اللي هو توا يهم كل التوانسة والرأي الوطنية تهمنا الكل وإن شاء الله نتمنى النجاح المنتخب وإن شاء الله معناتها يمشي لبعيد في الكوب دافريكي هذه إن شاء الله يعطيك صحة سي ناصر على حضورك معنا الليلة وإن شاء الله حبيت نادي رياضي صفاقس يكون ميساج نتاعهم وصل رانا فريق واحد رانا قلب واحد رانا فيراج واحد وعاش النادي رياضي صفاقس وهون يحس فور ايفر توفا كالعادة نشكر كل زملائي المنشطين والتقنيين واللي عاونوني الليلة لنجاح الحصة هذه كذلك الصفحات الخاصة بالنادي الرياضي الصفاقس اللي بالحق مع في كل مرة يعاونوني إن شاء الله الحصة هذه بدون استثناء نحب نشكرهم أنا بالمناسبة هذه نحب نشكرهم اليوم قاعدين ينشطوا بالقداء بالحق مع قيس انهم قاعدين ينشطوا وبعد ساعات يحطوا الاخبار اللي حتى انا يمكن ما سمعتش بها معناتها فهمت فريمون قاعد الناس تنشط بالكدا اكيد وكافه احباء النادي الرياضي الصفاقسي بدون استثناء نعاودها كافه احباء النادي الرياضي الصفاقسي بدون استثناء وان شاء الله يا ربي ديما القلوب صافيه مع بعضنا ملتقانا يتجدد بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل مع ضيوف من فرع كره الطائره بالنادي الرياضي الصفاقسي لانه برشا مشاكل في الفرع كره الطائره بالنادي الرياضي الصفاقسي ليلتكم زينه يا